النضج عزيز، لا يهديك ذاته إلا بعد أن يذيقك مرارة المواقف ويجرعك من كؤوس التجارب ويأخذ ضريبته من نفسك، لكنك ستشكر كل ذلك بعد أن تصل إلى مرحلة تقرأ فيها ملامح الدروب قبل أن تمضي فيها وتستشف محتواها وتقدر بحق خطواتك، فلا تبذلها في كل سبيل يلوح لك، وستقدر نفسك وتقدسها، وستشكر تجاربك القاسية لأنها هي من حمتك من السقوط. وعندما تشعر أن موسم حصاد الأعداء لا يهمك، تيقن أنك في مرحلة سامية من الاتزان. لن تجد إنساناً قوي دون ماض مؤلم، لا أحد يصل إلى مرحلة العقلانية دون أن يدمر شيئاً ما في داخله. لا تخجل من الأخطاء التي قومتك، من تجاربك التي أنضجتك، من تعثرات حياتك التي جعلت منك إنساناً آخر أفضل من السابق. كن ممتناً لكل آلامك التي صنعت منك الشخص الذي أنت عليه اليوم. لا يوجد إنسان عظيم بدون امتحان أعظم، ولا يوجد إنسان عظيم بدون ألم أعظم.